طبعا صعوبات التعلم من المشكلات اللي بقت منتشره جدا جدا ما بين اطفالنا دلوقتي، وهي اسمها الحديث وفقا للدليل التشخيصي والاحصائي الخامس للجمعيه الامريكيه للطب النفسي اضطراب التعلم المحدد. زمان كانت بتنقسم الى ديسليكسيا او صعوبات قراءه، ديسجرافيا صعوبات كتابه، ديسكالكوليا صعوبات حساب. فاذا الديسليكسيا هي نوع من انواع صعوبات التعلم، مش معناهم متبادل، لا ده ممكن يكون الطفل عنده ديسليكسيا وصعوبات اخرى. الاجراء السليم ان احنا اول ما بنحس ان الطفل عنده مشكله ديسليكسيا او عنده صعوبات قراءه دي بنلاحظها ازاي؟ بنلاحظها بان هو ما بيكونش عنده القدره السلسه اللي عند الاطفال اللي في نفس سنه ان هم يحولوا الرمز المكتوب الى رمز منطوق. يعني لما يشوف حرف الآ ما يعرفش يستدعي آ بسهولة، او يعرف يستدعي الحروف لكن ما يعرفش ينطق الكلمات، او عينيه بتزوغ ما بين السطور، او بيقرا قراءه بطيئه جدا بتعوقه عن عمليه الفهم، او بيقرا قراءه سريعه جدا برضه بتعوقه عن عمليه الفهم. في كل الحالات ديت اول ما الاحظ دوت على ابني لازم اول حاجه بنبدا نتوجه للمتخصصين ونعمل له المقاييس اللازمه، لان الصبر على المشكلات اللي من النوع ده في الحقيقه بينشئ عنه مشكلات نفسيه. بعد كده الطفل بيبدا يقارن نفسه بالاطفال اللي في نفس سنه والاطفال اللي معاه في المدرسه ويحس ان هو مش بيعرف يعمل اللي هم بيعرفوا يعملوه، فالمشكله بتتحول من مجرد مشكله صعوبات تعلم كانت ممكن من شويه جلسات تروح لمشكله معقده ذات ابعاد نفسيه وابعاد اجتماعيه. الجلسات النمائي بتكون مرتكزه على نتائج الاختبارات اللي بنعملها في عمليه التشخيص، فبيكون بقى بنعرف اذا كان عنده مشكله في الانتباه ولا الادراك ولا التفكير ولا الذاكره ولا القدرات العامه ولا في انهي حته دقيقه من دول، وبنبدا نشتغلها في الجلسات. وبعد فتره قصيره جدا بنلاقيه بقى زي الفل ومنطلق ان شاء الله.